النبيان داود وعيسى عليهما السلام. المؤلف مؤسسة علوم نهج البلاغة. جاء ذكر نبي الله داود عليه السلام في كتاب نهج البلاغة في موردين، الأول في بيان زهده، والمورد الثاني كان في ساعة استجابة الدعاء في وقت التهجد من الليل وموانع استجابة الدعاء في هذه الساعة، في حين ذكر نبي الله عيسى عليه السلام في زهده إذ ترك كل ما في هذه الدنيا وزينتها وتوجه إلى طاعة الله ومرضاته، فلم تكن له زوجة تفتنه. ومن مواعظه قال: ويلكم يا عبيد السوء من أجل دنيا دنيئة وشهوة رديئة تفرطون في ملك الجنة وتنسون هول يوم القيامة.